مشاهدينا دلوقتي جه ميعادنا مع ابرز واهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتشارك مصر في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة رقم 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي هتبدأ فعاليتها 18 سبتمبر الجاري. يتضمن جدول أعمال مصر المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، وستلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 سبتمبر، وتشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي. النهاردة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هيواجه أرت سولر الجيبوتي ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تنزانيا الساعة 4 العصر. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون الساعة 2:30 الظهر، الساعة 5 العصر مباراة ويست هام مع مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد مع برايتون. لعشاء الدوري الإيطالي هيكونوا على موعد مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، هيلتقي يوفنتوس مع لاتسيو الساعة 4 العصر، الساعة 7 هتكون قمة الجولة اللي هتجمع بين الإنتر وميلان، والساعة 10 لربع جنوا هيواجه نابولي.